الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير. 7/7/2024. تدريب الرابط مهم جدا جدا. أكو نوعين من تدريب الضبط عندما يكون بالتجارة. نوع ما يأخذ بالاعتبار المراكز، وإنما اللاعبين يدورون على كل المراكز، هذا عام. ونوع يأخذ بالاعتبار المراكز، مثلا الحين إحنا عندنا مراكز لا يلعبون. إذا استمرينا على هذا التنظيم، كل من مكانه بعد الأداء يرجعون مكانهم، بعد الأداء يرجعون مكانهم، فأنا إحنا نريد ندرب تخصصي. لكن إذا كما ستلاحظ اتركنا موضوع التخصص ودخلنا بموضوع العام من أجل أن يؤدي اللاعبين من كل المراكز الموجودة في التنظيم هذا أو في توزيع اللاعبين، فيكون التمرين يعني أقل تخصصا، ما في تخصص يعني. فالتمرين أحاول أبطئ، تسمحوني أحاول أبطئ الفعالية. تمرين بسيط هو إن شاء الله يكون بسيط. إن شاء الله ننجح في أداء مهامنا بإذن الله تعالى. نقبل فعالية يعني بسيطة، الفعالية بها انت شوف الفعالية، شوف تبديل اللاعبين، شوف اللاعبين شلون يبدلون، شوف حركة 6 و7. دائما الجناح يذهب باتجاه الحائز على الكرة، يعمل فيك الحائز على الكرة، ما يلعب بالجناح اللي تقدم نحوه، يلعب خلفه لمن؟ للمهاجم المركزي. كما تشوف الحين، لاحظ 7، لاحظ 9. هذه حركة مهمة في كرة القدم، مهمة جدا بمشاركة الطرف الآخر اللي هم 10 و11. ثم نعيد من الجهة، لاحظ 11 راح استلم، فرغ المنطقة لمن؟ للعشرة. بدلنا الحين، 10 و9 طلعوا، نزلوا 7 و11 مهاجمين، و6 و8 أجنحة. جناح يتقدم، لاحظ المهاجم المركزي 7 بالجناح، 11 الآن راح يكون بالجناح، الوسط ما يعمل أي شيء بالكرة الأولى، وهكذا نبدل الآن، نبدل اللاعبين، يكون تدريب عمومي هذا. لكن هاي الحركة أتمنى أطالعها زين وتركز عليها في فعالياتك التدريبية بالثلث الهجومي أو أمام منطقة الهدف. هذه الحركة أتمنى يعني دائما يكون التركيز على مثل هذه الحركات في كرة القدم. أنا من فضل المولى أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية دائما وأبدا. دعونا نصلي على سيدي رسول الله الهادي الأمين، شفيعنا يوم الدين بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا.